مع ارتفاع أصوات المدافع في أوكرانيا، صدحت حناجر المتظاهرين في القارة العجوز للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. وعلى الرغم من تعدد الأسباب الدافعة لهذه الإضرابات والاحتجاجات، إلا أنها ترجع أغلبيتها إلى الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار في أوروبا، وعلى رأسها أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا. فرنسا التي تدعم كييف بمليارات الدولارات تواجه تظاهرات مليونية تنظمها النقابات للاعتراض على إصلاحات نظام التقاعد، في وقت ارتفعت فيه معدلات التضخم السنوي إلى 7%. أما بريطانيا فباتت أمام أكبر إضراب منذ سنوات، يشارك فيه المعلمون وموظفو القطاع العام وسائقو القطارات. أكبر قوة اقتصادية في أوروبا وهي ألمانيا شهدت قبل أشهر تظاهرات حاشدة احتجاجاً على التضخم وسياسة الطاقة التي تنتهجها حكومة شولتز. معدل التضخم في البلاد وصل لنسبة قياسية بلغت 7.9%. وفي هولندا توعد عمال النقل العام بتنفيذ إضراب لمدة 5 أيام في جميع أنحاء البلاد، احتجاجاً على انهيار المفاوضات مع الحكومة بشأن زيادة الأجور. البرتغال ليست بأحسن حالاً، حيث خرج عشرات الآلاف من معلمي المدارس وغيرهم من موظفي قطاع التعليم في مسيرة بلشبونة للمطالبة بتحسين ظروف العمل. توتر بات يسيطر على الوضع المعيشي للأوروبيين بعد أن داهمت تداعيات الحرب في أوكرانيا مختلف نواحي حياتهم، ليشعل التضخم وأزمة الطاقة فتيل الاحتجاج الشعبي ويبدلا مشهد الاستقرار في القارة إلى احتجاجات وإضرابات.